the medians of triangle intersect at middle point. At one point, at a point. Tamam. ماشي. رماس سوري رماس لسه مش معانا. مروان ايوه the point of intersection of medians intersect او divide each of them by ratio a intersection of the median, so that means divide each of the ratio from vertex. At point three. ratio came. حاضر يا ريمان صوتنا هيعلى دلوقتي ماشي تو ريتشيو تراينجل ديفايس هتبقى طالما تراينجل هتبقى 3 ريتشيو ريتشيو تكون كام تو كام؟ two to one يا ريمان from vertex مش كده one to two from base one to two from base to two to one from vertex تمام طيب اللي بعدها AD is a median of triangle ABC. Exactly. Really AD is a median in triangle ABC. ادي تريانجل اي بي سي تمام قول عندي تريانجل اي بي سي بالشكل ده او اي بي سي او اي بي سي وبيقول لي اي دي از ا ميديان اوف تريانجل اي بي سي اي دي از ا ميديان يبقى انا هاجي ارسم الميديان اهو بالشكل ده اهو يبقى ده اسمه اي دي ده ميديان اي دي ماشي ها بيقول لي ام از بوينت اوف انترسكشن اوف ميديان ام دي وايه ام ب 6 سنتيمتر عملنا الـ AD بكام؟ AD بكام؟ تمام احنا لسه بنراجع الهوم ورك كده لسه ما بدأناش الشغل ها مين هيقول اي دي مين حل دي سكس الاي دي بسك الاي ام بسكس انا عايز الاي دي على بعضها طب مين يقول لي ام دي بكام ام دي بكام ام دي 3 تمام 3 مش احنا قلنا الكلام ده المره اللي فاتت خلص وحلينا عليه كتير قوي تمام يبقى هو عايز اي دي على بعضه يبقى بكام؟ اي دي يبقى ايكوال كام؟ ها؟
6 plus 3 is 9. مش كده ولا ايه؟ تمام؟ صح. ماشي. ها هنا عندي A B C is a triangle. الشكل اللي قدامي ده X is midpoint of A B, Y is midpoint of A C, X M, X M 4, X M equal 4 و X Y equal 5. تمام؟ و B Y, B Y على بعضه ب 12. مين حل معانا؟ المفروض براجع حاجات حليناها. حلينا الحاجات دي. مين اللي عارف يرفع ايده كده؟ احنا دايما اللي بيبقى عايز يتكلم بيرفع ايده. Raise your hand. ها محدش حل ولا ايه؟ ال ده بالمتر of MBC. انا عندي MX4 هعمل ايه؟ MX4 يبقى ايه ده؟ معناه ايه؟ MC ها MC ب8 صح. طب و XY ب5 يبقى BC BC يبقى بكام؟ ب ها 12 تمام. تمام تمام. طيب مديني بي واي على بعضه كامل، مديني الميديان، طول الميديان كامل. ها؟ الميديان كامل اللي هو بي واي. يبقى هعمل ايه؟ بي واي مديني الميديان على بعضه، قلنا الميديان لما يكون معايا على بعضه بعمل ايه؟ بعمل divided 3 ولا ايه رأيكم؟ نسيتوا ولا ايه؟ 12 divided 3 يبقى equal ايه؟ 4 الجزء الصغير 4 صح والجزء الكبير 8. لحظة كده خليكم معايا. تمام؟ يبقى ام بي سي بكام؟ خليكم معايا بقى كده. يبقى هنا البريمتر بتاع ام بي سي بقى بكام؟ 8 بلس 8. شفتوا المفروض حليتوا الحاجات دي ولا ايه؟ بلس 12 صح؟ البريمتر طبعا عارفينه. ها؟ بلس 12 28. ترى احنا حلينا المساله دي امبارح المرة اللي فاتت حليناها. طيب حلينا زيها. طيب ماشي. طب امال مش عارفين نحل ليه؟ طيب طب نعرف نحل دي بقى. اي ان دي عايزين نثبت ان هي 1 اوفر 3 اي سي. اي سي اي ان ها 1 اوفر 3 اي سي. ها مين هيجاوب معايا؟ يلا يا فارس انت فاتح المايك. ايه طيب مش تمام. وايه ان بالنسبه بيكون ها ايه ان ايكوال قد ايه من الاي ام؟ قد ايه من الاي ام؟ اي ان مش دي كده بتقسم قلنا 1 to 2 from base. مش ده ده الترينجل ده وكده. ها الترينجل ده عبارة عن ايه؟ دي point of intersection ده ميديان وده ميديان. تمام؟ يبقى قلنا ال MN ال MN equal 1 over 3 AM وال AN equal 2 over 3 AM. ها ده 2 over 3 AM وده 1 over 3 AM. تمام؟ يبقى الـ AN
تمام. قد ايه؟ تلتين الـ AM. Two over C. طيب طب ما هو الـ AM الـ AM equals A half AC. Half AC. تمام؟ يبقى انا ممكن اشيل AM واحط half AC. يبقى AM equal 2 over 3 times half AC. يعني شلنا الـ AM وحطينا ما يساويها اللي هو half AC. نشيل الـ 2 مع الـ 2 كده. يبقى نعمل simplify يعني. يبقى 1 over 3 AC. تمام؟ ماشي كده؟ تمام. طيب. تعالوا نشوف بقى موضوعنا النهاردة. موضوعنا النهاردة اللي هو ايه؟ الـ irrational number. تمام؟ احنا المرة اللي فاتت اتكلمنا على الـ cubic root. cubic root. تمام؟ الـ cubic root. طيب عندي قلنا في numbers. فاكرين المرة اللي فاتت عملنا كده؟ ادي 0 1 2 3 4 5. قلنا في حاجه اسمها بيرفكت سكوير. في حاجه اسمها بيرفكت كيوب. فاكرين عملنا الشكل ده ولا لا؟ ده كان بيرفكت سكوير ادي 0 و 0. ال 1 بقى 1 1. ال 2 تبقى 4. 2 باور 2 4 و 9 16 25 كده. فاكرين الكلام ده ولا نسيتوه ولا ما ايه؟ وانا بعت لكم الشرح بتاع المره اللي فاتت. 27 64 125 كده. يعني لو انا جيت اقول كيوبيك روت 125 تبقى ايكوال 5. قلنا ده برضو بنعمله بالكالكوليتر. مفيش حاجة يعني عادي. طيب cubic root لل 64 يبقى equals 4. تمام كده فاكرين ولا لا؟ cubic root 27 اللي هي ال 8. cubic root فاكرين يا مستر. تمام فاكرين ال 1 1 ماشي. دول اسمهم perfect cubes. يعني النمبرز اللي ليها cubic root. نمبرز اللي ليها ايه؟ cubic root. طيب لو جينا عملنا ايه؟ جبنا الكالكوليتر كده. لو حد حتى معاه الكالكوليتر فيكو عايزين نجيب ايه؟ عايزين نجيب روت سكوير روت 2 ايكوال كام؟ اللي معاه كالكوليتر يفتحها معايا كده ويشتغل معايا. روت 2 بكام؟ 1.412 1 3 5 6 2. ولو دي كده ارقام كبيره يعني فيها ارقام اكتر من كده هتتملي. يعني دي كده قيمه تقريبيه ابروكسيميتد فاليو. تمام؟ يعني روت 2 ملهاش قيمه محدده تعتبر قيمه تقريبيه. تمام؟ كل النمبرز اللي بين السكوير روت يعني ايه؟ يعني روت 2 هنا كده في المكان ده كده بين ال 1 وال 4 يعني روت 2 سكوير روت 2 سكوير روت 3 سكوير روت 5 مثلا سكوير روت 7 سكوير روت ايه 11. كل ده ها حد يقول لي حاجه تاني؟ وعلى فكره مش لازم يكون هول نمبر. يعني ممكن سكوير روت ل 2.9 مثلا عادي. تمام؟ لكن لو قلت روت 27 over 8 تبقى كام؟ كيوبيك روت 27 over 8 تبقى 3 over 2. ده ليه قيمة اهو كده ولا ايه؟ بتطلع الكالكوليتر ليها قيمة. لكن كل الحاجات دي كده ملهاش قيمة محددة. وايه تاني؟ زي كيوبيك روت برضو الأرقام اللي بين 1 و 8 مثلا 2 كيوبيك روت 3 كيوبيك روت 5 مثلا كيوبيك روت 4 برضو. تمام؟ كيوبيك روت 6 كيوبيك روت اكبر من ال 8 مثلا 9 كيوبيك روت 9 كيوبيك روت 11. تمام؟ يبقوا دول ايه؟ دول البيرفكت سكوير. دول نوت بيرفكت سكوير.
ودول not perfect cube. تمام؟ اللي هي الأرقام اللي لما بنحطها على الكالكوليتر كده root number على الكالكوليتر بيطلع إجابة كبيرة أو رقم decimal كبير جدا. ده كده اسمه إيه؟ irrational number. بنسميه Q dash. بنسميه Q dash. تمام؟ يبقى الـ Q dash A الـ square root للـ not perfect square. والـ cubic root للـ not perfect cube. تمام؟ وبنضيف عليها حاجة كمان اسمها الـ boy. عارف فاكرين الـ boy دي ولا لا؟ ها؟ إيه الـ boy دي؟ ها؟ بتاعت إيه؟ هي الرقم غلط. boy. ها؟ الـ boy. غلط غلط يعني الـ غلط. يعني إيه غلط؟ boy اللي هي العلامة دي كده أهو. دي كده في calculator. equal كام اهي تقريبا 3.14 بتاع السيركل. فاكرين السيركل؟ قانون السيركمفرنس بتاع السيركل ايه؟ او الاريا بتاع السيركل. السيركمفرنس ايكوال باي دايامتر. باي في الدايامتر فاكرينه ولا ناسيين؟ ده واخدينه في ابتدائي شكلكم مش فاكرين. ها الباي، الباي دي قيمه تقريبيه بنستخدمها علشان نجيب السيركمفرنس بتاع السيركل او الاريا بتاعت السيركل. تمام؟ الباي ده approximately تقريبا 22 over 7. تقريبا 22 over 7. تمام؟ ده اسمه الباي. يعني الباي ده رقم كمان Q داش. الباي ده كمان يبقى Q داش. تمام؟ Q داش. اه لكن ال 22 over 7 Q. 22 over 7 ايه؟ Q. والباي ايه؟ كيو داش. ازاي يا مستر؟ انت بتقول لي الباي ايكوال 22 اوفر 7. لا انا بقول لك الباي تقريبا 22 اوفر 7. بالتقريب ليها 22 اوفر 7. يبقى الباي نفسها كيو داش. ال 22 اوفر 7 تبقى كيو. تمام؟ يبقى عندي كام حاجه؟ الراشونال نمبر ثلاث حاجات مفيش غيرهم. ايه هما؟ السكوير روت لنوت بيرفكت سكوير زي الروتس اللي احنا قلناها دي كده روت 2 روت 3 روت 5 روت 7. طبعا مش دول بس، طبعا في انفينيت نمبر. حد يديني اكزامبل تاني لبيرفكت سكوير نوت بيرفكت سكوير. ها روت ايه مثلا عشان احس كده ان انتوا مركزين معايا؟ احنا لسه هنحل طبعا. سكوير روت لمين؟ يلا نوت بيرفكت يعني؟ اه ها روت روت اي رقم مالوش روت 3 وال5 روت 2 3 5 6 روت 6 في روت ل 6 اللي تحطه على الكالكوليتر ما يطلعلوش قيمه اهو. روت 6 يطلع كام اهو؟ يطلع قيمة تقريبية 2.449 كده. تمام؟ ماشي؟ يبقى ده ايه؟ ده not perfect. ماشي؟ كل دي اسمها ايه؟ Q داش. حد يديني example تاني؟ طب بلاش انا هسأله. تعالوا كده نقول in each of the following عايز مين ال Q ومين ال Q داش؟ قبل ما نبدا حل كده هقول حاجه. اي حاجه من غير روت تبقى كيو على طول. اي نمبر من غير روت ما عدا الباي طبعا، اي نمبر من غير روت يبقى كيو. اي نمبر ليه روت يبقى هدور بقى هل هو كيو ولا كيو داش. لو ليه نتيجه، لو ليه قيمه يبقى كيو، ملوش قيمه يبقى كيو داش. واضح الكلام؟ اقوله تاني. اي نمبر مش محطوط له روت يبقى ده اسمه كيو على طول. راشنال نمبر فراكشن او ديسمال نمبر ملوش روت مش محطوط له روت يبقى ده كيو. لكن نمبر محطوط له روت يبقى انا هدور هل الروت ده موجود في البيرفكت، يعني هل ليه روت، يعني روت 4 مثلا. اه ما هو ليه قيمه يبقى ده كيو. طب لو انا قلت روت 5 يبقى نوت بيلونج تو Q داش. Not belong to Q، ده يبقى belong to Q داش.
تمام. نشوف كده بالدور. ها يلا نعم. نشوف الناس واضح معاه ولا لا. قول يا فارس. ها نيجاتيف 5 اول واحده كيو كيو. تمام. عبد الرحمن كيو كيو. تمام. مروان ايوه 2.06. Point zero six, not six. 2.06 not belong. ها ما انا قلت ايه يا مروان؟ انا قلت اي حاجه مش محطوط لها روت تبقى كيو على طول. يا مروان ركز معايا مستر. حضرتك سامعني يا مستر؟ انا سامعك. عندي بيعلق. انا سامعك. طيب تاني، اي نمبر مش محطوط له روت يبقى ده كيو. اي نمبر مش محطوط له روت يبقى ده كيو على طول. راشنال. تمام. قول اللي بعدها يا مروان. 2.3 × 10^5. ها ده كده نمبر 4. ها دي كيو ولا كيو داش؟ يلا يا مروان. كيو داش يا مروان. تاني يا مروان، اي حاجه مش محطوط لها روت تبقى كيو. راشنال. تمام. يبقى ده رقم عالي يبقى كيو. انا حاطط روت حاجه في روت في عندك في البتاع. تمام. لا لا ده كيو على طول. تمام. طيب ها اسيل رماس سوري رماس نيجاتيف روت 36 دي ليها روت او محطوط لها روت يبقى هدور الروت ده موجود ولا مش موجود. ها روت 36 معروفه بكام؟ الراشنال روت 36 بكام؟ نجيبها كده على الكالكوليتور اهو اهو. روت 36 بكام؟ 6. تمام. طلعت بقيمه اهي تبقى ايه؟ كيو راشنال. تبقى كيو راشنال. تمام. لكن لو قلت كيوبيك قولي برضو يا رماس. ها كيوبيك روت 36. لو انا جبت الكالكوليتور كده وعملت كيوبيك روت اهو، هل ده هيطلع لي رقم قيمه ديسمال؟ هيطلع ديسمال بس كبير قوي. دي قيمه تقريبيه. لا يبقى دي ايه؟ كيو داش. وضحت الحكايه ولا لسه؟ طيب روت 7. روت 7. يلا يا عبد الرحمن. عبد الرحمن روت 7. روت 7 كيو داش. تمام يا عبد الرحمن. تمام. ها يلا يا فارس. فارس كيو 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 زيرو تبقى كيو. زيرو كيو. تمام. ابسوليوت نيجاتيف 5. مروان مروان ابسوليوت نيجاتيف 5 يعني 5 يعني الاجابه تبقى 5 صح؟ كيو ولا كيو داش؟ فايف كيو ولا كيو داش؟ مين اللي بيحل؟ فارس ولا مروان؟ مروان مروان معايا يا مروان. مروان بيو مستر. الو. كيو. ماشي مستر. كتبها لي. ماشي سامعك كده كتبتها لي على الشات. ماشي. طيب ليه يعني الصوت مش واضح ولا ايه؟ كيو. تمام. صوتي ما كنتش عايز يطلع. طيب ما يجراش حاجه. مين اللي جاي؟ مين اللي عليه الدور كده؟ رماس ولا مروان قال خلاص؟ رماس.
يلا يا رماس هنعمل ايه؟ كيوبيك روت 64 طبعا ده في الدرس الاولاني. كيوبيك روت 64 بكام؟ 4. لكن كيوبيك روت 81 مش موجود. رماس معاك يا مستر. تمام واضح ولا لا؟ هتبقى او لو انا جبت هتبقى ايراشنال او ايراشنال هجيب الكالكوليتور كده واقول ايه 64 اوفر 81 والله لو طلعت ديسمال صغير بسيط كده او طلعت نمبر هول نمبر يعني يبقى ماشي كيوب طلعت بقى حاجه كبيره كده زي دي كده اهو او 0. الاقواس دي معناها 888 ريبيتد تمام يبقى دي ايه دي كيو داش ماشي ماشي الدور عند مين تمام والدور على مين يلا قولي يا عبد الرحمن ها عبد الرحمن ها احنا وقفنا روت 25 وورس كسي روت 25 بكام 25 سكوير روت ها سكوير روت 5 4 يبقى ايكوال 5 اوفر 4 يبقى كيو تمام طيب روت 1 اوفر 3 دور بعد عبد الرحمن عايزين نمشي بالدور كده بص عشان ما ايه يعني انا ما بنسى او بتلخبط عبد الرحمن بعد فارس بعد مروان مروان بعد رماس تمام مش هقول بقى انا بالاسامي تاني بالدور بقى كده على طول ماشي روت 1 اوفر 3 ده كده فارس اللي بيقول صح ايوه كيو داش كيو داش الله ينور عليك تمام ماشي اللي بعده كل واحد عارف دوره بقى بعد فارس مين مروان صح انا تمام تمام ده كيو ولا كيو داش يا مروان الصوت ده كيو داش وحضرتك عند ثاني واحد خلاص تمام هو رقم 6 ده ها كيو داش يبقى كيو كيو تمام ليه كيو ها لو بتعمل بالكالكوليتر ماشي 3 اند 3 اوفر 8 اهي طلعت 3 اوفر 2 ديسمال نمبر سهل قوي تمام يبقى 1.5 تبقى كيو فعلا ماشي اللي بعده رماس ها رماس زيرو بوينت 3 4 3 كيوبيك روت 3 4 3 تبقى كام 7 ها احنا بندور على نمبر في نفسه ده راشنال او كيو بندور عشان انت ما حضرتيش الحصه اللي فاتت احنا بندور على نمبر كيوبيك روت ده يعني نمبر في نفسه ثلاث مرات يدي ايه يدي الرقم اللي عندك اللي هو 343 اللي هو ده 7 فوق و 10 تحت 1000 10 تايمز 10 تايمز 10 تمام يبقى دي ايه دي كيو ماشي اللي بعده عبد الرحمن ماشي هي هتبقى هاف هاف بوينت يعني ها شكلك مش عارف ها سهله باي ما دام الموضوع فيه باي يبقى كيو داش على طول تمام باي اوفر 2 بقى باي اوفر 4 3 اوفر 4 كده اي حاجه فيها باي تبقى على طول كيو داش تمام ماشي طيب يلا اللي بعده ها اللي بعده مين فارس
صح؟ كيو يا مستر كيو كيو اه كيو تمام الله ينور عليك. ها قول يا رماس. ها ممكن اعرف ليه هي irrational في 15؟ الباي، الباي على طول قلنا ايه؟ كيو داش. الباي دي قيمه تقريبيه 13.4. ايه؟ اوكي تمام. الباي دي قيمه تقريبيه تمام. يبقى اي حاجه فيها باي خلاص يبقى كيو داش. طيب 0 over 3 0 over 3 اللي بعده واقفين عند مين؟ واقفين عند مين؟ مروان؟ تمام مروان 0 over 3 ها؟ مستر سامعني؟ سامعك سامعك. عايز اسرع من كده. ها 0 over 3 ايه يا مروان؟ 3 زي ما ينفع كيو كيو تمام ماشي. اللي بعده ديماس. ديماس هتبقى 9 equal 3 ايوه وال 4 equal 2 هتبقى 3 over يعني 3 كيو و وال 4 هتبقى 2 يعني يبقى ده طلعت اجابه اهي 3 over 2 كيو على طول تمام ماشي. روت 9 بكام؟ 3 روت 16 4 تمام 3 plus 4 7 يعني كيو. طيب اللي بعده فارس. كيو كيو داش تمام. ليه؟ عشان دي 2 دي 2 ماشي بس ماينس روت 11 تبقى كيو داش تمام مظبوط برافو عليك. طيب نشوف سؤال تاني. find two consecutive integer each of the following included يعني بيقول لي هو روت 5 ده من كام وكام. اجي اعمل حاجه بسيطه قوي اقول ايه سكوير روت 5 اشوفها بتطلع كام تقريبا تطلع كام. روت 5 دي 2.23 مش عارف كام 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 كده. طيب يبقى انا كده عايز احط الروت 5 دي ما بين رقمين صحيحين يعني انتجر يعني صحيح يعني سليم ماشي. يبقى ايه اخد الهول نمبر بس ده اللي هو ال 2 اخد ال 2 اللي هي ايه تبقى اخد ال 2 واللي بعدها 200. يبقى انا حطيت الروت 5 بين كام وكام؟ بين 2 و3 ده انتجر بين 2 اند 3 تمام وضحت. يبقى انا بحط عايز الروت ده يقع ما بين ايه مش احنا قلنا البيرفكت كده بيرفكت سكوير اللي هي 0 1 4 5 4 9 16 كده. يبقى روت 5 في الحته دي ما بين روت 4 وروت 9. روت 4 ايكوال 2 وروت 9 ايكوال 3 يبقى بين ال 2 وال 3. احنا قلنا بنعملها بالكالكوليتر على طول تمام. يبقى ده الروت ايه؟ الروت 5 بين ال 2 و 3. طيب تعالوا روت 12 الدور عند مين؟ يجاوبني كده. اخر حد جاوب مين؟ كان فارس ولا مين؟ انا مستر فارس. فاضل 1 مينت ويفصل ماشي؟ فاضل 1 مينت وهنرجع تاني ماشي هنكمل لحد ما يفصل. المفروض دوري انا. طيب دور مين؟ مروان 12 روت 12 هتبقى بتعمل زي كده واه ثانية واحدة يا مستر الرقم ده طويل قوي ماشي انا ما يهمنيش انا هنختصره لا انا مش هختصره
تبقى 3 صح؟ كده يبقى بين 3 وكام؟ 3 واللي بعده 3 وكام؟ 4 3 4 اه بس كده. طيب كيوبيك روت 10 انا كنت بحاول ادور لك على ريكي. تمام ها كيوبيك روت 10 الدور عند مين؟ على ريماس ماشي ها يلا يا ريماس ماركيوست يلا كروتين بين كام وكام؟ يكون 21 بين لا انا عايز هول نمبر انتجر يعني ايه؟ يعني هول نمبر تمام؟ يعني بين ال 2 وال 4 2 وال 4 تمام؟ طيب كيوبيك روت نيجاتيف 20 دور عند مين عبد الرحمن؟ ايوه تمام بنقول ال 20 بين كام؟ هتبقى الاقل منها 2 والباقي 7 نيجاتيف اللي هي تبقى بين ليف 2 بيقول 2 سوري 2 3 انا هنا اللي فاتت دي 2 3 اي رقم واللي بعده ها ال 20 كام وكام بين كيوبيك روت 20 اه بين ال 2 وال 3 صح كيوبيك روت 20 بين ال 2 وال 3 صح بس بين الايه بص كده بقى هنعمل كيوبيك روت نيجاتيف 20 بين النيجاتيف 3 والنيجاتيف 2 نيجاتيف 3 ونيجاتيف 2 تمام بحط صغير الاول تمام انت قلت كده فعلا تمام بحط الصغير الاول خدوا بالكم نيجاتيف 3 ونيجاتيف 2 في النيجاتيف بنعكس ماشي؟ اه مستر مين مروان؟ طيب هنا اكس روت 2 بين اكس واكس بلس 1 يعني بين نمبر واللي بعده نفس السؤال على فكره بس هو حاططها لي بشكل اكس روت 2 ايكوالز ها كام 1.44 يبقى بين كام وكام الروت 2 الدور على مين دور عند مين؟ ما اعرفش يا مستر لخبطت اللي فارس اخر حد حل مين؟ فارس؟ فارس. انا مستر لازم احل دي عبد الرحمن ماشي اللي بعده ايه؟ لا انا لازم احل دي طيب ماشي فارس قول يا فارس ها روت 2 ما طلع على الكالكوليتر اهو روت 2 1.44 يبقى بين 1 الاكس ب 1 يبقى 1 1 بلس 1 يعني بين 1 و 2 يبقى روت 2 بين ال 1 وال 2 الاكس ب 1 تمام طيب اللي بعدها تمام بعد فارس مروان انا قلت احفظه انتوا بقى ايوه مستر ايوه انا بعد مروان
X 118 more than X plus 1. Root 80, اعمل معك كالكوليتر ولا لا؟ معك كالكوليتر؟ بودو الساعات عندي بتفتح. ايوه فتح. طيب روت 8 بكام؟ هدوس على الاس دي يبقى كام؟ ها بين 8 بوينت حاجه يبقى 8 واللي بعدها 8 و 9 تمام. الاكس ب 8 يبقى 8 واللي بعدها ماشي. اللي بعدها نمبر 3 يا ريماس دور ريماس. ماشي عشان قلت كل واحد يعرف دوره بقى. هو مش المفروض دور مروان قبلي يعني. مروان خليك. طب حل مروان. ها ماشي يلا جيبك روت 5 احطها على الكالكوليتر يعني انا ولا أيوة. انا اه قولي اه هتبقى معاك الكالكوليتر ولا لا؟ انا عملتها على الكالكوليتر بس. طيب ماشي كيوبيك روت كام؟ 5 بكام؟ 3 بكام؟ 1 و 2 تمام. يبقى الاكس ب 1 1 و 2 طيب 1 و 2 اه كيوبيك روت 50 اللي بعده هنحولها هتبقى 3.68 اه. يبقى بين كام وكام؟ هتبقى قبليها 3 وبعديها 4 من 3 to 4 تمام. يعني الاكس ب 3 خدوا بالكم قيمة الاكس واحدة يعني انا مش بكتب على الاكس 4 ده الاكس بلس 1 هي اللي في 4 تمام. كل نمبر واللي بعده ماشي. اللي بعده كيوبيك روت نيجاتيف 100 اعملهم نيجاتيف 100 ماشي. قول مين عشان الكل يعرف عشان اللي بعدك يحضر دور. انا مستر. ايوه انت مين قول لهم. انا فارس ماشي. الاكس نيجاتيف 4 ايوه. لا الرقم نيجاتيف 4 واللي بعد أيوة. نيجاتيف 4 ونيجاتيف 5 صح ده ال 100 صح. مين الاصغر بقى في دول نيجاتيف 4 ولا نيجاتيف 5؟ نيجاتيف 5 نيجاتيف 5 دي نيجاتيف 5 وهنا نيجاتيف تمام. يعني اكس بلس 1 تبقى نيجاتيف تمام ماشي. ها اللي بعد كده نمبر 6 انا تمام ابسوليوت تبقى على الكالكوليتور اختصرت كلهم وطلعت على الكالكوليتر 5 9 5 9 9 وكام و 5 و 6 5.9 واللي بعدها 6 تمام. كلنا بنعمل مع بعض طبعا اه. طيب نشوف اللي بعد كده السؤال اللي بعده تمام. سؤال تشوز اهو دور على ريماس. يلا يا ريماس. ها اللي يقول يقول اسمه علشان اللي بعده يجهز. The irrational number in the following is mean for those irrational اللي تشوز ده هو اللي يوضح لي انتوا فاهمين ولا لا. ثواني يا بنتي بحل ثواني ايش هتبقى 2 روت 2 قصدك اه تمام صح. ما هي روت 1 اوفر 4 ب هاف يبقى روت 8 ب 2 روت 4 اوفر 9 2 اوفر 3 تمام. يبقى عرفنا ده كده كل دول ليهم نواتج ما عدا الروت 2. طيب اللي بعده عبد الرحمن صح؟ ايوه مش فاهم ليه 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 فيها ايه؟ بص خدها قاعدة كده خدها قاعدة روت A باور 2
تبقى ايكوال تشيل الباور 2 مع السكوير روت تشيل الباور 2 مع السكوير روت تبقى ايه كيوبيك روت ايه مثلا 4 باور 3 يبقى شيل الباور 3 مع الكيوبيك روت تبقى 4 تمام يعني لو انا قلت ايه روت اكس باور تبقى نيجاتيف 3 بس خد بالك بقى في الباور لو انا بقول روت نيجاتيف 2 باور 2 ما تقوليش ايكوال نيجاتيف 2 لا الباور 2 تبقى ايكوال 2 لان ما فيش روت للنيجاتيف تمام يعني لو سكوير روت يبقى لازم الاجابه تكون بوزيتيف لكن لو كيوبيك روت عادي ما فيش مشكله ماشي اللي بعده فارس انا مسرور بعد فارس انا تمام يلا يا فارس irrational ما بين 2 و 3 irrational between 2 and 3 مين هو ال seven root 7 as root 7 صح ولا غلط root 7 ايوه بص طب وليه مش 2.5 ليه مش 2.5 عشان 2.5 rational تمام برافو عليك برافو يبقى انا ايه طب اعملها ازاي بص هعمل حاجه بسيطه قوي هعمل 2 باور 2 تبقى كام 4 و 3 باور 2 تبقى ايه 9 حط لي رقم بين ال 4 وال 9 في دول بقى من غير روت طبعا في 10 وفي 7 وفي 3 طبعا اللي يقع ما بينهم روت 7 لما هعمله باور 2 يبقى 7 يبقى ال 4 او 7 بين ال 4 وال 9 تمام يلا نمبر 4 بدات تفهمه صح؟ انا The irrational number located between negative 2 and negative 1 احذف اجابتين على رأي اسمه ايه ده؟ جورج قرداح احذف لي اجابتين احذف لي اجابتين يلا negative 1 باور 2 negative 1 وال لا احذف لي اجابتين قبل ما نحل عايزك تحذف لي اجابتين ايوه انا بحذف ما سمعتش الحته دي قطعت مني ها ايه وهنحذف حذفت ايه يعني احنا كان لسه ما حاله فرق بين لما اللي هتحذف الاجابه ها احذف اجابتين وبعد كده نستعين بصديق نيجاتيف 3 ربنا يستر اللي على الشمال دي ايه دي بس ومين تاني احنا قلنا هنحذف اجابتين هتبقى A و B A و B صح ليه اشمعنى حذفنا دول نيجاتيف 3 عشان هي مش مش وسط ال 2 وال 1 و نيجاتيف 1 1 اوفر 2 دي عشان كده مش عشان كده حد يقول لي عشان ايه ده بعد كل ده مش عشان كده؟ اتظبط لها وصح. انا عامل فيها فاهم وفيلسوف وعمال اسمح و يلا قول ها عشان راشونال عشان راشونال ما هو بقول نقول ايه في الاول؟ ذا اير راشونال اير راشونال مين الاير راشونال؟ الاثنين دول راشونال يبقى على طول من غير ما اكمل كلامي الاثنين دول يتشالوا انا عايز الاير راشونال الاثنين دول طب احذف لي واحد من دول تمام احذف لي بقى واحد من دول من غير ما احل نيجاتيف 3 برضه دي اللي هحذفها ولا دي اللي هختارها؟ هي المفروض انا مش عارف حضرتك بتلعب باعصابي والله يعني شويه نقول دي اخر كلام انت مش هتربح المليون عشان العب باعصابي يعني يلا انا هنحذف التوب ربنا يستر
ليه؟ علشان بوزيتيف ولا برافو عليك صح، ما هم دول اتنين نيجاتيف يعني هيبقى في اتنين نيجاتيف يحط في الصوم بوزيتيف على طول كده صح، برافو عليك، يبقى ده هي دي الاجابه. تمام تمام برافو عليك، من غير ما نعمل اي حاجه، لكن لو عايز تحلها بقى اعمل دي باور 2 تبقى ايه 4 ودي باور 2 تبقى ايه 1، بس بين ال 1 وال 4 ال 3 من غير نيجاتيفز يعني شلنا النيجاتيفز خالص. تمام طيب الدور الدور عند مين؟ انا يا اسمعي ماشي. ها ماشي، هتبقى سي، هتبقى سي approximately equal 3. تمام برافو عليك ماشي. اللي بعده عبد الرحمن، the nearest integer هي cubic root 25 تبقى من كم وكم الاول؟ ب 2 و 3. بين 2 و 3 تمام، هي اقرب لل 2 ولا اقرب لل 3؟ يعني انا كيوبيك روت 25 او 3 قصدي 3 لو بين ايه بين ال 2 وال 3، لو انا عملت باور 3 تبقى دي 25، ولو انا عملت دي باور 6 تبقى 27، ولو عملت دي باور 3 تبقى 8. يبقى طبعا واضح ان ال 25 اقرب لل 27 تمام، يبقى ايه يبقى اقرب لمين قلنا؟ أقرب لل 3 تمام. اللي بعده if n belong to z يبقى ال n دي بكام الصغيرة؟ اللي قبل يعني اللي قبل 5 تمام برافو عليك. مين؟ فارس تمام. مروان the side length of square أيون whose area is 6 باور 2. طب الباور 2 راح فين؟ انا معايا الاريا، خد بالك احنا عايزين ايه، احنا كنا بنقول السكوير كده اهو، كانت الاريا بتاع السكوير ايه سايد تايمز السايد، فاكرين سايد تايمز اتسلف سايد تايمز السايد، لو دي 6 6 ودي 6 ودي 6 يعني لا ايه اللي دي 6 ودي 6 هو هي هم كلهم 6 ماشي. طب الاريا بتاعتي تبقى سايد تايم سايد، احنا بقى كبرنا شويه مش كبرنا كتير يعني ماشي، هنسمي السايد ده اسمه ال، نسميه ايه؟ ال هنعمل يبقى الاريا ال باور 2، يبقى الاريا ايه؟ ال باور 2، يبقى انا ال باور 2 بكام عندي؟ الاريا بكام؟ الاريا ب 6 12 12 ايه بقى؟ طلع ارقام من عندي ما شاء الله. ال باور 2 ب 6 تبقى ال بس بكام؟ ها؟ 3 تعمل ايه؟ طب ايه اللي خلى ال ال باور 2 بقت ال؟ خدنا السكوير روت صح؟ خدنا السكوير روت، يبقى ال 6 اخد لها السكوير روت برضه، يبقى ال ال يبقى السايد كام؟ روت 6، ما هو روت 6 تايمز روت 6 يبقى ايكوال ايه؟ ايكوال 6 اكس تمام؟ طيب يبقى معنى كده ان السايد عندي يبقى روت 6، سايد لينث اوف سكوير اوز اريا 6 يبقى روت 6، ده بقى يبقى ناتشرال ولا انتجر ولا راشونال ولا ايراشونال؟ راشونال صح ولا ايه؟ متنا مت راش مش هنحذف اجابات المره دي يا مروان للاسف. ها كده والله كانت بتساعد حسب الاجابات. هنا ايه الروت 6 ده موضوع درسنا يا مروان، يعني حرام عليك، يعني احنا كده يعني ده الكلام اللي احنا عمالين نتكلم فيه من الصبح، اللي هو روت 6 ده، روت 6 ده راشنال كيو ولا كيو داش؟ ها كيو ولا كيو؟ يا راجل مش كيو، تلات حاجة تانية يعني روت 6 اهي كده اهي روت 6 روت 6 اهو روت 6 تبقى كام؟ اهو مش قلنا بتطلع بروكسيميتي فاليو اهي
هو في روت لسكس عندي في محدده لا يبقى تبقى انتجر irrational irrational q داش ارجعك للاول سؤال خالص اهو امال احنا عملنا نقول في ايه ده كله اهو الكيو الكيو داش قلنا الحاجه اللي ملهاش روت اللي مش محطوط عليها روت دي تبقى دي كيو حاجه محطوط لها روت اشوف لو موجود يبقى كيو مش موجود يبقى كيو داش تمام ما عنديش روت لل 6 طيب اللي بعده زي اريا ماشي يلا the area of square The area of square of side length is 3 centimeter. Root 3 centimeter. Huh? The area of the square. قلنا the area of square equal A L bar 2. أنا عايز أحفظ القانون ده عشان نحفظه بالشكل ده عشان إحنا نشتغل عليه بس. L bar 2. ها؟ ماشي. يعني انا هعمل ايه؟ هعمل ايه؟ root 3 باور 2 باور 2 اه تبقى كام؟ equal 3 equal 3 برافو عليك عشان 2 هتروح مع الروت فاي equal 3 اللي هي بالتفسير بتاعها انها تبقى root 9 وroot 9 ب 3 بس احنا مش لازم نعمل بقى كده مش لازم نقول root 9 وroot 9 على طول الروت تروح مع الباور طيب the square whose area عبد الرحمن its side length its side length كام؟ 5 اه وقعنا في الخطا القاتل يا عبد الرحمن عايز افرق ما بين سكوير روت وديفايدد 2 ماشي بيحطها لك في الاول كده اول واحده بيصدرها لك كده عشان تقع في الوقعه اللي انت واقف فيها يا عبد الرحمن الديفايدد 2 يعني 10 10 divided 2 equal 5 ده اسمه ايه؟ divided 2 لكن root 10 مش ب 5 root 10 لان 5 times 5 ب 25 5 times 5 not equal 10 صح ولا ايه؟ صح فاهمني؟ اه طيب ماشي فارس ها بص بقى السؤال ده يعني هو جديد عليه فانا هحل هنعمل ايه بص لما يقول لي x minus root 5 times x plus root 3 equal 0 اما يكون بص معايا كده جاوبوا معايا الحته دي لو انا بقول a times b equals 0 يبقى ال a equal 0 ولا البي ايكوال زيرو ولا الاثنين ها اكيد واحده فيهم بزيرو صح يعني الاي يا اما الاي بزيرو يا اما البي بزيرو صح كده ولا ايه ما هو لو انا بضرب في زيرو تمام بعمل تايمز زيرو يديني زيرو ماشي يبقى لما يكون دول تايمز طبعا براكتس جنب بعض كده معناها تايمز يبقى اكس ماينس روت 5 ده قد يكون بزيرو او x بلس روت 3 هو اللي ممكن يكون بزيرو تمام ماشي هنودي بقى ايه هنحل الايكويشن دي نودي روت 5 الناحيه التانيه يبقى x ايكوال كام روت 5 0 بلس روت 5 وهنا x ايكوال كام نيجاتيف روت 3 هودي روت 3 الناحيه التانيه يبقى نيجاتيف روت 3 هودي روت 5 الناحيه التانيه يبقى روت 5 تمام يبقى عندي هنا اجابتين انا لو حطيت الاكس بروت 5 هنا هيبقى الكلام ده بزيرو طب لو حطيت الاكس هنا بنيجاتيف روت 3 هيبقى الكلام ده بزيرو يبقى انا لو حطيت الاكس بروت 5 هيطلع الناتج زيرو لان زيرو في الرقم ده يبقى بزيرو ولو حطيت الاكس بنيجاتيف روت 3 هيبقى الكلام ده البراكتس ده هيبقى بزيرو فاي حاجه هتبقى بزيرو يبقى في حاجتين هيخلوا القيمة دي بزيرو اللي هما ايه؟ روت 5 ونيجاتيف روت 3 تمام؟ طيب نشوف اللي بعد كده 5x باور 2 equals 10 الدور عند مين؟ دور انا ماشي بعد فارس ها
5 x باور 2 equals 10. هو يا فارس ولا عبد الرحمن؟ مش عارف اخر حد مين جاوب. اخر حد جاوب مين؟ اخر واحد. ايوه مين؟ دوري يا مستر. المفروض دوري. دورك. ماشي دوري. دوري انا. ماشي قول يا فارس. فارس يعني. قول يا فارس. ماشي قول يا فارس. ها هنعمل ايه؟ اعتبر الاكس باور 2 دي كانها اكس. سيبك من الباور 2. سيبك منها. المفروض تعمل ايه؟ المفروض لما يكون عندي 5 بلس 5 كول 10. لا ثواني لا يعني انا لما يكون عندي ايكويجن 5x مثلا 5y مثلا ايكوال 10 5 تايمز 2 المفروض تعمل ايه هنا كده؟ 5 تايمز الاكس 2 الاكس ايكوال 2 الاكس باور 2 بقى. يبقى انت بتعمل ديفايدد على اللي جنب الاكس مش كده؟ مش دي خطوات حل الايكويجن؟ انت تعمل ديفايدد على النمبر اللي جنب الاكس اكس باور 2 ايكوال 2 تمام؟ يبقى الاكس ايكوال تمام positive or negative root 2. العلامة دي معناها positive or negative يعني معناها positive مرة او negative مرة اللي تنسى. دايما كده دايما كده يا جماعة. لو احنا بناخد square root يبقى لازم نحط ايه positive or negative. تمام ماشي دي number one. number two يلا يا مروان. ايوه 4x بار 2 ايكوال 9 زيها. ها هو بس اسمح باستخدام الاله ولا لازم نحل بايدينا؟ حل بس في خطوات يعني نستخدم الاله بس في خطوات حل. هنعمل ايه؟ نفس اللي فاتت. احنا اللي فات عملنا ديفايدد ايه؟ ديفايدد 5. لا هنا هنعمل ماشي عملنا هنا هنعمل ديفايدد ايه؟ اللي جنب الاكس نعمل اللي جنب الاكس باور 2 اللي جنب الاكس نعمل باور 2 يعني ولا اللي جنب الاكس باور 2 5 باور مين اللي جاب الاكس باور 2 9 يا راجل اللي جنب الاكس باور 2 4 ايه في حاجه ال 4 انا مش عايز حاجه جنب الاكس مش عايز حاجه جنب الاكس عايز اخلص من ال 4 دي فبعمل ديفايدد عليه يبقى x باور 2 ايكوال ايه؟ 9 اوفر 4 يبقى الـ x ايكوال ايه بقى؟ ها؟ x ايكوال ايه؟ هناخد الـ square root هنقول positive or negative خد الـ root بقى بتاع 9 اوفر 4 الـ root بتاع 9 4 ها؟ يبقى كام؟ root 9 ب 3 روت الفور. ايوه والفور بتو تمام. ايوه صح كده برافو عليك. ها اكس هو بيسالني بقى هل الاجابه دي كيو ولا كيو داش؟ دي اللي طلعت الاولانيه دي كيو ولا كيو داش؟ الاولانيه كيو داش. تمام. ودي 3 فور 2 كيو دي لا عاد ايه كيو 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 كيو. طيب اكس فور 3 ايكوال 125. ها اللي عليه الدور مين؟ اللي عليه الدور رماس يلا. هنجيب الكيوب روت اوف 125. ايوه يبقى ايه اكس ايكوال بس كده عشان انا وقعت يا جماعه. تمام كيو ولا كيو داش؟ كيو كيو. تمام تمام اللي بعدها هنعمل ايه ديفايدد ايه يا عبد الرحمن؟ 27 divided 3 equal 9. تمام يبقى x power 3 equal 9 يبقى x equal ايه؟ ها ناخد root cubic root cubic root لل 9 cubic root بحط positive و negative في ال square بس positive و negative في ال square بس تمام؟ ماشي اللي بعدها 0.1x عبد الرحمن. ماشي مين اللي عليه الدور؟ عبد الرحمن. قال عبد الرحمن. فارس يلا. انا مستني. ها ماشي
0.1 over 5. Divide is 0.1 over 5 80. Over 5 lay a fence. If it is قلنا بنعمل divide على جنب ال x power 2 اللي هو مضروب في ال x power اللي هو ايه؟ 0.1 تمام؟ صح تمام يبقى x power 2 هعمل 10 divided 0.1 يعني 100 ماشي؟ يبقى ال x equal صح تمام تمام هاخد بقى ال square root ما دام بناخد equal positive و negative 10 ماشي اللي بعد ها مروان يلا يا مروان ها ايوه رقم لو فرس اوكي نمبر 6 برضو هنعمل divided اللي جنب ال x اللي هو 0.001 اللي هي تبقى 8000 divided negative 8000 تمام؟ اها يبقى ال x x equal كام؟ negative 2 وال negative 8000 2000 عليك حليتها negative 20 الاخر تمام يلا اللي بعدها مين؟ مين؟ يلا هنعمل ايه؟ في براكتس باور 2 في براكتس باور 2 في في باور 2 هنا وباور 2 هنا يبقى اخد السكوير روت على طول اخد السكوير روت للشمال عشان اخلص من باور 2 وهنا اخد السكوير روت تمام يبقى اكس ماينس 1 ايكوال بوزيتيف ونيجاتيف 2 اتفقنا ان انا لما باخد سكوير روت يبقى لازم اقول بوزيتيف اور نيجاتيف يبقى عندي يا اما 2 يا اما نيجاتيف 2 يبقى اقول له x ماينس 1 ايكوالز 2 ده حل و x ماينس 1 ايكوالز نيجاتيف 2 ده حل تاني تمام يا اما 2 يا اما نيجاتيف 2 يلا كملي يا ريماس يبقى x ايكوال كام هنا؟ ايكوال 3 2 بلس 1 3 ادي اجابه وهنا ال x equal negative 2 negative 1 plus 1 يبقى negative 1 تمام برافو عليك طيب هنا بقى الدور عند عبد الرحمن هناخد ايه هنا هنا brackets power 3 نعمل ايه؟ نعمل cubic root cubic root 1 1 أول حاجة يبقى دي لما أعمل لها كيوبيك روت يبقى إكس ماينس 5 وهنا ال 1 دي كيوبيك روت ال 1 تبقى 1 1 تمام يبقى إكس إيكوال إكس إيكوال 1 بلس 5 يبقى 6 x equals 6 تمام ماشي طيب في حاجة كمان root 2 included between عايزين نثبت ان root 2 root 2 دي ما بين 1.4 1.5 هنعمل حاجة بسيطة قوي هنقول له root 2 ها هنعمل لها باور وال 1.4 هعمل لها باور تمام ماشي وال 1.5 هعمل لها باور 2 هشوف دي تطلع كام ودي تطلع كام ودي تطلع كام دي تطلع 2 زي ما اتفقنا الباور 2 ايه ما اخد السكوير روت بتاعتها تروح الباور مع الايه السكوير روت طيب وهنا تطلع 1.96
6 وهنا تطلع 2.25. فعلا ال 2 اكبر من ده وال 2 اصغر من ده، بمعنى كده ان ال 2 بتقع بين الاثنين دول. يبقى لو خدنا الروت رجعنا الاصل تاني يبقى بين 1.4 و 1.5. يعني باختصار كده هنعمل دي باور 2 وهنعمل دي باور 2 وهنعمل دي باور 2. والله لو طلع الرقم اللي هو ال 2 ده ما بين الناتجين دول يبقى فعلا، وطبعا ما دام بيقول لي بروف يبقى هيطلع ما بينهم اكيد يعني. يبقى انا هنا روت 11 هعملها باور 2 هنا وهنا باور 2 وهنا باور 2. الاقي ايه؟ ال 11 تطلع بين الرقمين دول. لكن هنا هعمل ايه؟ باور 3 وهنا باور 3. اشمعنى هنا باور 3؟ عشان كيوبيك روت. تمام؟ كيوبيك روت باور 2 روت 2 كيوبيك روت 2 باور 3 تبقى ايكوال 2. هجيب دي باور 3 ودي باور 3 هلاقي ان متقابل. نفس الكلام برضو هنا باور 3 هنا باور 3 هنا باور 3 برضو نفس الكلام بالنيجاتيف مفيش مشكله. تمام؟ والاخيره ديت روت 3 بلس 1 ممكن ننقص من دي 1، يعني دي زياده من كام المعاصر شويه ومن دي 1 تبقى الروت 3 اشوفها ما بين 1.7 و 1.8. تمام؟ يبقى ده الدرس بتاعنا النهارده اللي هو اسمه ايه؟ اللي هو اسمه irrational number، اللي مش rational number. مين اللي مش rational number؟ اللي هم ثلاث حاجات. حد يقدر يقولهم لي تاني؟ الفاي الباي باي تمام، والسكوير روت لنوت بيرفكت نوت بيرفكت سكوير. ايوه. والكيوبيك روت لنوت بيرفكت كيوبيك نوت بيرفكت. تمام، اللي هي الحاجات اللي ملهاش ناتج محدد بيكون ارقام تقريبيه. تمام، دي اسمها كيو داش. الحصه اللي جايه ان شاء الله هنحط تمام على الكيو داش، هنشوف هيطلع عندنا ايه لما نحط الكيو على الكيو داش، هنشوف الناتج بتاعنا يبقى ايه. ده اللي احنا هنقوله المره الجايه. تمام ماشي، هناخد كويز 2 بقى. كويز 2 ده الهوم وورك بتاعنا، تمام، اللي هو تاني درس في الالجبرا.